بنادم ما عنده قيمة، بنادم ما عنده قيمة. وعلى الشدوك يا عدي، الشدوك يا عدي. وعلى الشدوك يا الدحي، الشدوك يا الدحي. حيت كل شي كلمة حق، حيت كل شي كلمة حق. وعلى الشدوك زيت مسافي، حيت كل شي كلمة حق، حيت كل شي كلمة حق. وعاش الشعب وعاش. لاسكت الناس كون يتكلم، لاسكت الناس كون يتكلم، لاسكت الناس كون يتكلم. المعتقى يتألم، المعتقى يا ربي، وجلال يا رتق، جلال يا ربي، وصالح يا رتق، صالح يا ربي، وأشبار يا رتق. هو التخليد ديال الذكرى أو ديال بداية انطلاق الحركة في حلة جديدة بدون جميع المواقف اللي كانت تجسد الحركة طيلة السنوات. تم اليوم المخزن اللعين قمع دوك المطالب اللي كنا خدناهم بالقوة، واليوم كيحاول ياخذهم بالاعتقالات والاختطافات. اليوم جينا نجسدوا هذه الذكرى باش نقولوا باننا لازلنا صامدين على العشرين المطلب اللي تحطات اليوم الاول في المطالب ديال الجماهير الشعبيه ديال 20 فبراير المجيده. زادت رفعت الوتيره مورا الحركه ديال 20 فبراير. كنشوفوا احتجاجات كاينه في الريف، احتجاجات كاينه في زراده، احتجاجات كاينه في والماس، احتجاجات كاينه لحد الساعه في عين السبع في مدينه الدار البيضاء. بين الاحتجاجات مازال مستمره، هذا ان دل يدل على ان ما كاينش واحد الحلقه ديال الحوار وديال التواصل ما بين المسؤولين وبين المواطنين اللي كيخلينا نخرجوا دائما ونطالب بالحق ديالنا في الساحه. اولا 20 فبراير هي الفكره وهي التنظيم وهي المطالب، ماشي حاجه وحده. بالنسبه ل 20 فبراير التنظيم فكنظن على ان الاشكال اللي خرجت بها 20 فبراير هي تراجعات، وهذا عادي لان بزاف ديال السياقات وبزاف ديال الاسباب اللي هي كانت موضوعيه وذاتيه ايضا ساهمت في انها تراجع قليلا على المستوى التنظيمي. ولكن 20 فبراير المطلب و20 فبراير الفكره فكنظن انها مازال حيه ومازال عايشه، والدليل هو ان جميع الانتفاضات اللي خرجت حملت المطالب ديال 20 فبراير وكانت فيها الروح ديال 20 فبراير. وهذه الانتفاضات كلها اللي كتعيش اللي كيعيش المغرب اليوم هو العنوان ديالها كبير، هما المطالب اللي جابت 20 فبراير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.